مشاهدين اس بي اي صوت بيروت انترناشونال جيمز دي من ستيب شيبس بطولة لبنان 2022-2023 اكيد بالفاينل 8 اليوم رح يكون بين صاحب الارض هوم بمزهر هومنتمن اللي عم يستقبل الليدرز. الليدرز بازرق هومنتمن مثل العادي رح يكونوا بالاصفر على اورنج. هن الفريقين اكيد بالفاينل 8 فريقين ما بقى عندهم امل يتاهلوا للسيمي فاينل. فريقين من هالجروب رح يتأهلوا للسامي فاينل هن دينامو الأول رياضي الثاني، الليدرز الثالث والرابع رح يكون الهومنتمن. السالتز بالفريقين كريدي عقيقي لاينز ماكوي ولحود بفريق الهومنتمن، بالليدرز بيكوك خليل نمر غنطوس وستانلي. لكن اللي بيربح اليوم بين الفريقين بيعمل ثالث بالجروب. لكن هذا الجيم على المركز الثالث. غنطوس ببلش لتيري ميل اوت تيرن اوفر. لايونز لكن بيكوك وستانلي هن الاجانب بفريق الليدرز اليوم. اما بفريق شو ستيل بتروح عند الغنطوس. غنطوس حلوه كثير من الغنطوس، اول نقطتين للليدرز بالجيم. لكن قلنا بيكوك وستانلي هن اجانب فريق الازرق فريق الليدرز، اما ماكوي ولاينز هن اجانب فريق الهومنتمن. حقيقي بجرب يلعب على البوست ما بتزبط معه. عند مين بتروح؟ بتروح عند جد نمر، بيروح اول ذا واي جد نمر وبحط باسكت. 4-0 للليدرز. لاينز كاتي بعيده ما بيحط واوت. طابي مع الليدرز. لكن زون من فريق الهومنتمن تبليش الجيم، عم تبرم عند ستانلي. غنطوس لحاله ما لعب له، بفوت على الباسكت وبيحط ستانلي. 6-0 للليدرز بأول جيم. الليدرز عم يلعب مان. كريدي لبرا، ستانلي ستيل، بيروح تاني ميل للبيكوك. اللايونز بيقطع الطابة بتروح اوت على البيكوك. بعدنا 6-0. لاينز عم يجري بيلعب على البوست لتاني ميل. كيتي ما بيحط. ماكوي اللي ما حط. ستانلي كروس اوفر حلوه بيلعب لبرا. كريستوف خليل كيتي برا. كريدي بيلعب للحود الفولو ما بيحط. بدك تلعب اسرع ستانلي لحاله. ستانلي كاتي كمان ما بحط. عم يستعجلوا الفريقين بهالوقت. الطابة مع الليدرز. 6-0 الليدرز الثالث بالجروب ب10 ربح 16 خسارة. الهومنتمن 9 ربح 17 خسارة. اللي بيربح هلا بيتصدر بيعمل ثالث. يعني كريستوف خليل بحط نقطتين. 8-0 هلا اذا ما بحطوا الهومنتمن طب بتروح مع ليدرز. بحط الليدرز انا برايي في تايم اوت، وهذا صار هلا ما حط لاينز.
يوسف لبرا كريستوف خليل، كريستوف خليل ثلاثة قصيرة لحود الريباوند ماكوي تيرن اوفر من ماكوي بتروح عند نمر جاد، نمر جاد بيروح بيده الشمال بحط نمر تايم اوت قلناها مثل ما قلنا صار مظبوط 10-0 شو هالتبليشة للليدرز اول شيء تبليشة منيحة للليدرز بس ابدا منهم بالجو عم نحكي عن الهومنتمن تايم اوت لكن بيخلص تايم اوت اللي طلبه مروان خليل كوتش الهومنتمن كوتش الليدرز اكيد جورج داغر بهالوقت بدي اشكر ميجو ميجو مهم كثير بفريق الهومنتمن هو ما بيحط لاينز بيوصل على الباسكت وما بيحط هو قصه كبيره بالهومنتمن مسؤول عن الجمهور كيتي ما بيحط لانه بس نوصل هون الكرم والضيافه وكل هالقصص اللي بنشوفهم لاينز كاتي اول ثلاث نقط ما عم بفوت الطابه مع الليدرز لكن الكرم والضيافه اللي عم نشوفها من ميجو من فريق الهومنتمن يعني الشوكولا والمي وكل القصص هالضيافه انا بشكرهم للهومنتمن وميجو حقيقي بعد يعني اكثر من 4 دقائق عقيقي بحط اول سله لعقيقي بحط اول سله بعد 4 دقائق و20 ثانية للهومنتمن 10-2 بعد الزون هالمره 1-2-2 كمان تيرن اوفر بتروح عند لحود كريدي لبرا لاينز لاينز بفوت على الباسكت لاينز وبحط ثاني باسكت للهومنتمن بالجيم 10-4 ستانلي مرتاح يمكن اجره وجعته شوي برمت شوي بس بتصور رح يرجع يفوت على الجيم نمر لبرا بيكوك تيرن اوفر على بيكوك ووكينج رابع تيرن اوفر على الليدرز كل فريق صار شايط 4 من 3 نقاط ما حاطين ولا نقطة هيدي الخامسة للهومنتمن طابة بتضلها مع الليدرز يوسف ماني على الشوت كلوك يوسف لازم يستعجل بيشوط شوطة بعيدة يوسف جوا يوسف 3 نقاط بعيدة 13-4 غنطوس بحط 5 نقاط له كمان تيرن اوفر ابدا هومنتمن اليوم ما فايتين منهم مركزين منهم بالجو ابدا ابدا غنطوس غنطوس على الازاز غنطوس بيستعمل الازاز 7 نقطة للغنطوس 15-4 عيق 3 برا كمان بيكوك الريباوند
بده يروح اول ذا واي. لا بيلعب لكريستوف خليل، عن جيد لبرا كمان، عم تبرم الطابة حلو، عم تبرم الطابة حلو وصح. لاينز بيجيب الريباوند، لازم يغيروا شيء. الهومنت من بقى لازم يتغيروا. لا بدك تحط كريدي، بدك تحط الطابة بضل مع الهومنت من، لازم يغيروا شيء. هلا بغيروا، بفوتوا البغداديان. باكوي منو بمستوى الاجانب اللي بنعرفهم، اكيد بجيبون هومنت من على طول. هلا تقريبا خلص السيزن، ما بيعوزوا يجيبوا اجانب كثير منيح، لانه الفرق ما راح يكون كثير بين مركز خامس سادس سابع هيك يعني. فاول على كريستوف خليل، لاينز لاينز لبرا العقيقه، اكسترا باس كريدي. حلو الفيك، حلو الفيك، وحلوه هالكتات من الكريدي، حلوه هالكتات من الكريدي. 15-7 فيك وشوطه حلوه، تبريم تبريم الطابه حلوه كثير من هومنتمن. نطروا اخذوا وقتهم، اخذوا شوطه فاضيه وبعدهم عزلون. هالمره 2-1-2 عم بغيروا بين 1-2-2 و2-1-2. بس فات على الجيم 3 برد بكلطات يوسف غنطوس، 10 للغنطوس. بس فات البغداديان قلبوا 2-1-2 حقيقي. بفوت على الباسكت الحقيقي وبحط رابع نقطة للحقيقي. 18-9 حديد 3 ما بتفوت. هومنت من فاول، ما تصفرت باسكت ان مع فاول. كان في فاول قبل ما تصفرت، تصفرت فوق باسكت ان مع فاول للايونز. وعنده فري ثرو لاينز، اند 1 لللاينز، 5 لللاينز. 18-12 ستانلي 3 بعيدة، ستانلي 3 بعيدة جوا. 21-12 هي أول كتات لستانلي ديفيس، 5 نقط لستانلي. لحود ما بحط 3، ترجع عادل لحود، شغل كثير منيح من البغداديان على الهجوم، على الريباوند الهجومي. 21-14 3 صعب. ستانلي بياخذ الفاول، 3 فري ثروز لستانلي. ثلاثة فري ثروز لستانلي، ما بينعمل فاول، صقر ما بينعمل فاول عليه. هو عم شوط ثلاثة على طول، بنقول دافع عليه كثير منيح على الثلاثة، بتنط حد وبتضايقه بس ما تعمل فاول. ثلاثة من 9 على 3 نقط، تحسنوا 2 من 2، تحسنوا ليدرز على 3 نقط. 1 من 8 للهومنتمن، عاملين 17 اتمت لومنتمن، 8 منهم من الثلاث نقط. 16 اتمت لليدرز، 9 منهم على الثلاث نقط، وهيدي كانت العاشرة. كثير عم يعتمدوا الفريقين على الثلاث نقط. بعدنا ليدرز مان من الاول جيم، كريدي كريدي بحط ثاني ثلاث نقط الو. 24-17 2 3 نقط من 2 لكريدي. يوسف لبرا، حديد 3 حديد بعد 3 نقط،
اول شيء بلشوا عاطلين 0-4 0-4. كرشت الكليتات هلا، كرشت الكليتات خاصة من فريق الليدرز. رابع كلطات للليدرز. بغداد يا ووكي تون اوفر جديد الخامس على الهومنتمن. اخر 25 دقيقة من الكورتر الاول. يوسف لبيكوك، بيكوك بيكوك كاتي ما بيحط البيكوك لحود الريباوند. رابع ريباوند للحود، اكثر لعيب عمل ريباوندز اليوم لهلا هو لحود. كاتي لاينز ما بيحط، اربع شوت كلوك بتضل مع مين؟ كريدي بلوك شوت وبيخلص الكوارتر الاول 27-17، فرق 10 للليدرز. لكن هداف الجيم لهلا بعشر نقط الغنطوس لحود، اكثر لعيب عمل ريباوندز اربعه. لاينز وغنطوس كل واحد منهم عمل 2 اسيست. 20 اتمت للهومنت من 10 منهم على الثلاث نقط، 10 على النقطتين، 5 من 10 على النقطتين، 2 من 10 على الكريتي. بالنسبه للليدرز 18 اتمت، 6 من 7 على النقطتين، 4 من 11 على الثلاث نقط. عم نشوف نسبة نقطتين قد ايه اعلى من نسبة الثلاث نقط. كرمال هيك لازم الفريقين يستعملوا النقطتين اكثر. الريباونز قراب لبعض 11 10 للهومنتمن، اسيست 4 5 للليدرز، ستيلز 4 1 للليدرز، بلوك شوتس 2 0 ليدرز، تيرن اوفرز 5 4 للهومنتمن. الكوارتر الثاني لاينز كريدي، كريدي بياخذ بول اب قصيره مخلوف، ريباوند اول لمخلوف اليوم. كاتي ستانلي سريعه 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 بتضل مع غنطوس، كيف قطعت واجت تطلع غنطوس غريب. غنطوس بيلعب للوفي، لوفي موف بيلعب لبرا كريستوف، كريستوف كاتي ما بيحط، كثير عم يشوطوا كليتات، كثير عم يشوطوا كليتات. جيرار كمان كليتي، الفريقين عم بحكي مش فريق واحد. لوفي الريباوند الثاني، ليش عم يعملوا هيك الفريقين؟ كريستوف حداد بفوت على الباسكت، طابة بتضل ضل مع الحداد مع الليدرز. 14 بما مدقت باجره ستانلي، ستانلي بحط هيني هيني وقتها تلعبوا تحت الباسكت هيني. لكن بول سقيم بأنزره لستانلي بلا هالتراش توك. حكينا الثلاثة اليوم، بول سقيم، رباح نجام، وجورج سعد. تسعة وعشرين سبعة عشر لاينز، لاينز بياخذ البول اب وبيحط اللاينز اوت مع الهومنتمن. لاينز للعقية، عقية ما بيحط، ريباوند لدانيال بيرجع بيلعب للعقية. شو حلوة شغل كتير منيح لبغداديان من أول ما فات على الجيم.
29-19. ستانلي تيرن اوفر، خامس تيرن اوفر. تسعة وعشرين تسعة عشر. لاينز بفوت على الباسكت. اوتوستراد ما حدا عم يدافع عليه، ما حدا عم يدافع عليه. تاني ميل كمان ما حدا عم يدافع عليه، كمان اسيست حلو كتير. كريستوف خليل بحط نقطتين، لازم انرجي اكتر من الفريقين. العقيقي ثلاثة، العقيقي بحط ثلاث نقط، العقيقي بحط ثلاث نقط، نقطته التاسعة على تانيوس. 31-24 فرق سبعة، ما بدهم الجيم يفلت منهم. عم بحكي على هومنتمن جاد فوت بيلعب لبرا، كمان من ثلاثة، كمان ثلاث نقط، كمان ثلاث نقط هالمرة لستانلي. 13 لستانلي. لاينز للعقيقة، عقيقة للبغداديان تحت السلة، ما بحط البغداديان. جات نمر، لا ما بيخلي الطابة معه. لاينز للبغداديان تحت السلة، بياخد الفاول. 2 فري ثروز لدانيال. اول فري ثرو لبغداد يا برا. تاني فري ثرو كمان برا. بيكو كروس اوفر حلوه كثير، حلوه دفاع حلو كثير كمان، كمان فاول بس صح. تانيوس عيه، اثنين فري ثروز لبيكوك. أول نقطة للبيكوك بالجيم. اثنين من اثنين، نقطتين للبيكوك. 35-36-24 فرق 12. صقر للزاوية، لاينز ثلاثة ما بحط، ما موفق اليوم لاينز أبدا. جاد نمر عم بيقاتل، جاد نمر عم بيقاتل. طابة مع الليدرز، جامبول بس طابة مع الليدرز. طيب اللاينز يوم ثلاثة من 11 أتم، ثلاثة من خمسة على النقطتين، صفر من ستة على ثلاث نقط. شو لازم يعمل؟ يلعب أكثر من نقطتين. 3 من 5 على النقطتين، 0 من 6 على 3 نقط. لعب أكثر على النقطتين. لاينز. ما كأنه عم نحكي. ما عم يسمعني. بيكوك. بيكوك بيروح all the way، بيلعب لبرا. جاد كمان لبرا، شوفوا كيف عم تبرم الطابة هون. ستانلي ثلاثة جوا، شوفوا الليدرز قديه عم يلعبوا أحسن هجوميا، قديه عم يلعبوا أحسن هجوميا. تبرم الطابة توصل لستانلي، وستانلي بحط نقطته 16، هداف الجيم ستانلي لهلا. الحقيقة شوفوا حتى اللي عم يعمل بوكشات حلوة كثير، حتى وقت يفوتوا على الباسكت لاينز بيقطع الطابة، لا بيوقف على ثلاثة لاينز.
بحط كتات لاينز. ايه علي ايديك واحد من سبعه. جد بيكوك تحت الباسكت بحط باسكت ان مع فاول للبيكوك. عنده فري ثرو البيكوك. هلا الفوتي والباس حلوين. انا بقول بكير. خمس نقط لبيكوك، ثلاثه منهم على الفري ثرو. 42 27 بيطلع الفرق ل 15. بتصور كوتش مروان لازم يقول له يعني، خاصه حلوه كثير هيدي، هيني عم تكون الفوتي على الباسكت، هيني لازم يقول للايونز ولكل اللعيبه ما بقى تستعملوا كثير الكتات، فوتوا على الباسكت. ستانلي ثلاثه برا مبينه. ريباوند عاليه كريستوف خليل. بيكوك ميد رينج برا، كيفورك الريباوند. كيفورك وستيل من البيكوك. بيكوك اللي بيلعب لستانلي، ستانلي تحت الباسكت بحط. 18 نقطة لستانلي. 18 44 29. لعيقي على الباسكت بيفوت. الصقر ثلاثة. برجع بقلكم نهار مش نهار، الهومنت من على الشوطة من برا. أنا بقول فاول، اثنين فري ثروز لبيكوك. أنا بقول لازم يكون في تايم أوت هلا، وياكلوا بهدل اللعيبة كلها إنه بدنا نخفف تشويط من برا ونبلش تلعب من تحت الباسكت، خاصة وقت يفوتوا على تحت الباسكت يعملوا بنتريشن عم يقدروا ياخذوا باسكت. طب خليني أقول لكم شو عم بحكي. 36 أتمت ل الهومنتمن، 8 من 20 على النقطتين و4 من 16 على الثلاث نقط. عشان هيك عم بقول لازم يلعبوا اكثر تحت السله. الريباوند 17-19 للليدرز، اسيست 10-5 للليدرز، ستيلز 5-2 لليدرز، بلوك شوت 3 ليدرز ولا وحده للهومنتمن، 7-6 تيرن اوفرز للليدرز. من الفري ثرو ليدرز 6 من 6، 1 من 3 للهومنتمن. لكن فرق 15-44-29، 3 دقائق 38 ثانية ليخلص الهاف الأول. هداف الجيم ستانلي ب 18 نقطة، أكثر لعيب عامل ريباوندز، أقصر لعيب على أرض الملعب هو جاد نمر عامل خمسة، أكثر لعيب عامل أسيست كمان جاد نمر أربعة. اثنين فري ثروز لبيكوك. أول فري ثرو إن. تاني فري ثرو كمان إن. سبع نقط للبيكوك. السبع نقط حطتهم بآخر ثلاث دقايق البيكوك. ماكوي للزاوية. تنوري للصقر عن جديد. تنوري، تنوري بحط، تنوري بحط. ليكو التنوري بس يفوت على الملعب بيعطي انرجي، بيعطي انرجي الصبي. اول نقطتين للتنوري بالجيم. اليوب بجيبها ستانلي، بيلعبها لكريستوف خليل. حلوه كثير من ستانلي لكريستوف. كريستوف اسيست لستانلي، ثاني اسيست، وكريستوف خليل سادس نقطه. لاينز يفوت على الباسكت فاول. اثنين فري ثروز
للايونز مارك. اول في ثرو ان تاني فري ثرو كمان ان 12 للايونز. يوسف عم نشوف هلا مان جاد لكريستوف خليل، كريستوف خليل للزاوية ليوسف كاتي، يوسف كاتي ما بحط الريباوند للتنوري عالي. لاينز لاينز بفوت على الباسكت بياخذ الفاول. طب كل ما يفوت على الباسكت لاينز يا بحط باسكت يا بياخذ الفاول. لعب هيك على طول لاينز. اكيد هذا اللي قال له اياه كوتش مروان. اول فري ثرو ان. عم نحكي لاينز اربع من سته على النقطتين، واحد من ثمانيه على الثلاثه، اثنين من اثنين على الفري ثرو، 14 نقطه للاينز. تيريميل كمان كريستوف خليل، كريستوف خليل بحط نقطتين، عم بفوت على الباسكت برتاح كريستوف خليل. نو باسكت تيرن اوفر. تيرن اوفر السابع على هومنتن. زاد نمر بفوت على الباسكت لتاني ميل تاتي. مايك حدد صارت عم بتشتي كليتات من فريق الليدرز، 7 من 18 صاروا، 7 من 18 بعد ما كانوا مبلشين 0 من 4 مبلشين عاطل، رجعوا قلعوا هلا 7 من 18 لحاله بفوت الصار وبحط نقطتين. شوفوا قد ايه هينه بفوتي على الباسكت بس برم الطابه صح بعدين فوت على الباسكت دقيقة ونص وبيخلص الهاف الاول 53-37. حداد لبرا للغنطوس، غنطوس ثلاثة، غنطوس كمان ثلاث نقط، الغنطوس كمان ثلاث نقط، 13 للغنطوس. بعد في انا ما شط ثلاثة وحطيت اليوم. الغنطوس بجيب الريباوند. ستانلي تاني ميل يب وقف على الثلاثة لحاله وشاط. هيدي الثقة. ليكو مين بجيب الريباوند؟ ليكو مين بجيب الريباوند؟ الحداد عم بيقتل. أنا محل ستانلي ثلاثة كمان يوسف، كمان يوسف غنطوس ثلاث نقط، كمان الغنطوس 16 نقطة للغنطوس بيطلع الفرق ل 22. تيري ميل ماكوي بحط اول نقطة له بالجيم. غنطوس 6 من 8 اليوم، 4 من 5 على الثلاث نقط، 2 من 3 على النقطتين. ثلاثة جوا غنطوس كمان الغنطوس وبيخلص الهاف الأول 62-69. هاف أول عظيم إذا فينا نقول لفريق الليدرز، هاف أول كتير حلو لفريق الليدرز. خلينا لكم عن يوسف غنطوس، 7 من 9 ليوسف غنطوس اليوم أتمت. سبعة من تسعة، اثنين من ثلاثة على النقطتين، خمسة من ستة على الثلاث نقط، 19 نقطة ليوسف غنطوس. هاف أول كتير منيح ليوسف غنطوس، هاف أول كتير منيح
لستانلي. هاف اول كثير منيح لكل فريق الليدرز، 62 نقطه بهاف والعنين على الاوفنس. هذا مش يعني هل هن منيح وكل شيء، بس ديفنس فريق الهومنتمن اليوم عاطل، مثل ما واضح اليوم الهومنتمن ما في انرجي، ما جايين محمسين، عنده شغل كثير 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 كبير كوش مروان على الهاف تايم لا يعطي موتيفيشن للعيبه ويرجعوا يفوتوا بانرجي على الهاف الثاني، لو ما ناقصهم الا انرجي. 10 دقائق بنرجع لكم مشاهدينا للهاف الثاني من الجيم بين الهومنتمن صاحب الارض والليدرز. We'll be right back.
مساء الخير مشاهدينا اس بي اي صوت بيروت انترناشونال، عم نصاتنا على الفيسبوك واليوتيوب. الهاف الاول بين صاحب الارض الهومنتمن والليدرز خلص 39-62 للضيف الليدرز، عم يتخانقوا على المركز الثالث بالجروب. الجروب اللي متصدر فيها دينامو، الثاني الرياضي. كان في لفته لذكرى شهداء الارمن 24 نيسان، نحن كمان مع اكيد شهداء الارمن ومع هيدي اللفته من نادي الهومنتمن. الهاف الثاني راح يبلش، بتبلش مع الهومنتمن، بفوت على الباسكت وبحط هيني هيني الخبريه وقت تلعب هيك. اول نقطتين بالهاف الثاني عم بتكون للايونز، 16 نقطه لمارك لايونز. بتصور الهاف الثاني كله راح نشوفه هيك، عم بيفوت اكثر لاينز على الباسكت. هلا لازم يشتغلوا احسن دفاعيا الهومنتمن اذا بده يرجعوا يفوتوا بالجيم. ستانلي فاول فاول، اثنين فري ثروز لستانلي. اول فري ثرو ستانلي ان. ثاني فري ثرو كمان ان لستانلي، 20 نقطة لستانلي، هداف الجيم لهلا ستانلي. ديفيس 64-41 فرق 23. ماكوي ماكوي بفوت على الباسكت بيده اليمين ما بيحط. ماكوي جاد لبرا، بيكوك بيكوك كروس اوفر حلو كتير، حلو كتير السلة الكروس اوفر. ايه معك حق يا بيكوك، الكروس اوفر احلى من السلة، احلى من السلة. 66-41 9 نقط للبيكوك. ثلاثة بعيدة جوا المرة للاينز، 19 للاينز. جاد عجقت يا جاد، عجقت عجقت خلص، العاب باس غير محل، حركوا. سيروج لاينز ناطر سكرين دغري، السويتش كان وثلاثة برا، ما توفقوا ابدا بماكوي الهومنتمن، بس اكيد اجانبهم اضطروا يروحوا. جمال ماكوي اجانبهم اضطروا يروحوا. كريستوف خليل ما بيحط، كيفور بوكس اوت، دانيال بغداديان لتاني ميل، سيروج كمان للبغداديان، بغداديان تحت السلة ما بحط، بيجيب الاوفنسيف ريباوند وبيوقع، بتروح طابة عند مين؟ عند كريستوف خليل. ستانلي ليوسف لكريستوف، حلوة الباسكت حلوة الباسكت. أكيد انرجي واضح أكثر بكثير عند الليدرز دفاعيا وهجوميا. 68-44 لاينز. سويتش بعد كل سكرين، سويتش ستانلي روح الطابه والباونس باس ستانلي ليوسف يوسف، حلوه منه الباس احلى من ستانلي. 70-46 سيروش ثلاثه، سيروش بحط ثلاث نقط،
اول اتمت لسروج بالجيم، اول اتمت ان لسروج. كيتي يوسف يلعب باوس باس حلو كتير، فاول على سروج، اثنين فري ثروز. كل شيء عم يعمل اليوم يوسف، كل شيء عم يعمل اليوم يوسف غنطوس. اول اسيست وهلا الثاني حلوين. 70 47. اول فري ثرو ان، التكنيكال اول فري ثرو، هلا عنده اثنين فري ثروز. نايم من كيتي كريستوف خليل، 12 نقطة لكريستوف، 72 47. بتروح على الزاوية على كيفورك، كيفورك لتاني ميل، حلو كتير حلو كتير. كل شيء عمل بهيدي السلة، كل شيء عمل، عمل كروس اوفر، عمل هيزيتيشن، عمل ستاد باك، كل شيء عمل مارك لاينز بهيدي السلة. تون اوفر ووك على كريستوف خليل، تون اوفر التاسع، كل فريق عمل 9 تون اوفرز لهلا بالجيم. 6 دقايق و2 ثانية بيخلص الكوارتر الثالث، الفرق 23، الفرق هو ذاته اللي بلش الكوارتر الثالث. لاينز لاينز بيلعب لكريدي، كريدي لبرا، كيفورك كيتي، كيفورك بحط ثلاثات كمان، اول نقط اول ثلاثات لكيفورك، واول شوطه لكيفورك. بيكوك كريستوف شاد ستانلي كيتي، ستانلي برد بثلاث نقط، والعنين على الكيتي عم بحكي عن اكيد عن ليدرز. اول اتمت سروج بياخذ الفاول، اثنين فري ثروز لسروج، هيدي كانت اول اتمت على الثلاث نقط بالهاف الثاني للليدرز. بالهاف الاول 10 من 22 واحد من واحد بالكوارتر الثالث. اول فري ثرو لسروج ان، تاني فري ثرو كمان ان، 5 نقط لسروج، الفرق 21، 5 دقايق وبيخلص. حلوه من حلوه كثير، نو باسكت بقول الحكم، فاول قبل. يوسف عم بيشوف الملعب كله اليوم، عم يعمل كل شيء. 21 نقطة، 3 ريباوندز، 3 اسيست. بيكو شوفوا بما انه منه هون بيكوك بياخذ الفاول، بما انه منه عارض الملعب دانيال بغداديان، في مس ماتشز كثير بالملعب. يوسف عم بيمركو سروج، بيكوك عم بيمركو العيقي، في كثير مس ماتشز.
كريستوف خليل يعني ما عندهم طول ابدا. بيكوك اول فري ثرو ما عندهم طول ابدا هومنت من اليوم بالجيم غير عن دانيال بغداديان اكيد. واحدة من اثنين للبيكوك، 10 نقط لبيكوك. حقيقي تانيوس تانيوس بيلعب لبرا كيفورك مش كيفورك سيروج ثلاثة اوفنسيف ريباوند كريدي ستيل بيلعب دغري للبيكوك. بيكوك بيطلع بيكبس البيكوك بيطلع البيكوك بيكبس ستيل من البيكوك تساعد النمر. النمر بيلعب الاوتلت باس بسرعة ودنك 72-54 والبيكوك بده يعمل سيل. لا حقيقي حقيقي سبين موف. شوفوا قد ايه البيكوك بيضايقوا. مزبوط ما في موتيفيشن للجيم كثير. مزبوط اصعب شيء للكوتش انه يعطي موتيفيشن للعيبه بجيم مثل جيم اليوم. بس مع هيدا وكله لازم نشوف انرجي اكثر من فريق الهومنتمن. تيتي ستانلي جوا كمان ثلاث نقط 26 نقطة لستانلي و12 من 24 50% بده يرد ما بيحط. 12 من 24 ثلاث نقط. جاد نمر ثاني ميل بياخذ الفاول. اثنين فري ثروز لجاد نمر. اول فري ثرو ان تاني فري ثرو كمان 2 من 2 لجاد. 6 نقط لجاد نمر 6 ريباوند 7 اسيست. جيم كثير منيح لجاد نمر اليوم. سيروج لاينز حقيقي بيعمل موف قد ايه عم يشتغل دفاعيا كثير منيح عليه البيكوك. اكيد لو في اجنبي ثاني كان بيكوك بتضر. فاول اثنين فري ثرو زي يوسف. كان لو في اجنبي ثاني ما اضطر بيكوك يدافع على اجنبي الثاني بيلعب اريح الحقيقي. اول فري ثرو يوسف ان دم اثنين ليوسف غنطوس 23 نقطة ليوسف غنطوس. كريدي بياخذ البول اب ما بيحط بيكوك الريباوند الرابع. ستانلي كليتي كمان جوا. ستانلي 29 نقطة لستانلي أكثر لعيب حاطط بجيم من فريق الليدرز السنة. ستانلي قد ايه حاطط بجيم واحد 29 هلا عم بعدي رقمه عم بحط 29. موف حلوة وباسكت ان من لاينز مارك لاينز. ستانلي بفوت على الباسكت بيده الشمال بلوك شوت قد ايه نط الحقيقي قد ايه نط الحقيقي ليعمل البلوك شوت الحلوه. ستانلي بلوك شوت تاني باسكت ان
31 نقطة لستانلي، أكثر جيم بحط فيه ستانلي السنة اليوم 31 نقطة، وأكثر فريق أكثر لعيب بحط بفريق ليدرز 31 نقطة اليوم ستانلي. سيروج لبرا، تيتي كريدي إن 90-59، تالت أسوأ فريق، يعني تالت أكتر فريق بفوت فيه نقط بالليج هو الهومنتمن. بيبلوس أسوأ فريق بفوت فيه 95 نقطة بالجيم، وراء أطلس 93.3 نقط، 92.2 نقطتين معدل النقط اللي بفوتوا بفريق الهومنتمن بالجيم. اليوم بعد في دقيقة وعشر ثواني بيخلص كورتر التالت، صار فايت فيهم 90 نقطة. تاني مرة التاني ميل ما بيحط، بتوع عند لاينز أقل فريق بيفوت فيه نقط بالجيم. كريدي باسكت إن مع فاول، كريدي باسكت إن حلوة. أقل فريق بيفوت فيه نقط بالجيم الواحد بالبطولة السنة 70.2 الحكمة، وراء دينامو 70.9 نقط. شوفوا الفرق للتالت، 5 نقط 4 نقط فرق، 75 نقطة ما بحط كايدي الفري ثرو، 75 نقطة الثاني 70.9، 75 بيروت بالمركز الثالث. طب الحكم بيقول بتضل مع الليدرز، لا غير مع الهومنتمن. الغنطوس يوم 23 نقطة، أكثر جيم حاطط فيه السنة الغنطوس 27. كريدي 3 جوا، صعبة مش هيني أوف ذا دربل، بعد كل هالدربلات مش هيني أبدا لك كريدي، 14 لكريدي. آخر أتام بتصور راح تكون للليدرز. بكير وصعبة، لازم يطلع على الشوت كلوك. بكير وصعبة لستانلي، 9 ثواني بيخلص الكوارتر الثالث. الطابع عن سيروج لبرا، 3 للتنوري ما بحط. هيك بيخلص الكوارتر الثالث 90-64. صراحة الهومنتمن مع مجد كيمانوكيا ومروان خليل واثنين أجانب تحسنوا كتير، يعني من فريق كان بده ينزل للدرجة الثانية لفريق صار بالجروب ستيجز بالفاينل ايت، عم يلعب بالفاينل ايت وعم يلعب جيمات حلوة. اليوم عاطل لأنه اعتمدوا كتير على الأجانب الاثنين يعني اللاينز وسامرز. سامرز فال بقى ما في أجنبي تاني، هيدا الأجنبي التاني ما كان قد الحمل فتراجع مستواهم كتير، بس شغل كتير كبير لاجي مروان خليل الجمهور كله الإدارة ويعطيهم ألف عافية كيف عملوا هالتيرن أراوند بفريق الهومنتمن. اخر كوارتر من الجيم، مخلوف لبرا، حديد لبرا، غنطوس كاتي ما بحط هالمره،
حداد بيجيب الاوفنسيف ريباوند بيلعب لبيكوك. كمان منقول مبروك لفريق الهومنتمن السنة الجاي مضين والتر هودج. كاتي لايونز حلوة كتير. منقول مبروك للهومنتمن والتر هودج، واحد من أحسن الأجانب، من أحسن الأجانب اللي اجوا على البطولة بتاريخ الباسكت بلبنان، واحد من الأفضل فينا نقول. يوسف فاول، اثنين فري ثروز يوسف. والتر هودج واحد من أحسن الأجانب اللي قطعوا على تاريخ الباسكت بلبنان، راجع السنة الجاي على البطولة. هيدي معلومة أكيدة 100%. ما راح لكم من مين، لأنه ما فينا نفشي الأخبار، نقول الأخبار مين وهيك، بس أنا بقول شغل كتير كبير راح يكون للهومنتمن السنة الجاي، راح يكون فريق كتير كبير. هيدي المعلومات اللي عم توصل لي، خاصة إنه في كتير لعيبة لبنانية راح يكونوا فري، راح يكونوا فري السنة الجاي. يعني فريق الهومنتمن راجع مثل معلوماتي بتقول هلا راجع، وراجع بقوة. ما راح لكم كمان شو الكتيبة اللي وصلتني لأنه ما بتنقال على الهواء، بس فريق راح يكون كتير قوي. بذكركم انه هومنتمن ربحوا بطولة لبنان. بقى لنشوف السنة الجاي راح يكون في فريق قوي بالهومنتمن، هاي بضمن لكم اياها انا، هيك معلوماتي بتقول. اثنين فري ثروز لكريدي. اول فري ثرو ان. طب معلومات من 92 69 فرق كيتو 20. كاتي جوا، مين غيره؟ مين غيره؟ لايونز يوسف، يوسف برد 27 نقطة ليوسف غنطوس. برجع لكم يوسف غنطوس بيعدل أحسن جيم، بحط فيه نقط بجيم واحد. يوسف غنطوس السنة حاطت 27 نقطة، هلأ بيعدل رقمه 27 نقطة، لكن لاعبين عاملين بيرسونال بيست. أوكي بالنقط بجيم 31 نقطة ل ستانلي يلي هلأ بيرتاح، أكتر لعيب بحط ضغط بجيم واحد 31 ستانلي ديفيس، 27 غنطوس اكثر جيم حاطط فيه 27، هلا بيعدل هيدا الرقم. كريدي كليتي ما بحط، شو عند بيكوك؟ بيكوك عند مين؟ ليكو بعده عم بزت حاله، بعده عم بزت حاله يوسف غنطوس، بعده عم بيقتل على كليتي. يوسف ما بيحط لتاني مين؟ لايونز، لايونز كاتي، لايونز بحط كتات. اللايونز بشكل كتات صار عنده 5 من 13 اليوم، اللايونز 5 من 13 كتنات اليوم. اللايونز حديت بفوت على الباسكت وتيرن اوفر.
ثلاثة كمان لاينز ما بحط هالمرة ما بحط بعيد كثير جات نمر ورا ظهره بيروح all the way ما بحط جات نمر توصل عند البيكوك بيكوك فيك وباسكت ان كريدي فاول 32 نقطة هداف الجيم اليوم هو البيكوك أقدر جيم حط فيه السنة 37 جيم بيقولوا مفتوح كله عم بحط سكور ديفنس عم بيكون ما كتير منيح من الفريقين 96-75 لاينز بده سكرين تنوري كريدي دبل تيم على الكريدي بيخلصها عند التنوري تنوري ثلاثة ما بحط التنوري الغنطوس الريباوند الرابع يوسف جاد بيكوك بفوت على الباسكت وبحط الباسكت بيكوك 14 للبيكوك ثلاثة بالزاوية كمان ثلاثة تانية هالمرة جوا هالمرة جوا التلتات لبربريان أول التلتات لبربريان بالجيم بربريان فرق 20 كروس اوفر حلوة كمان وبلوك شوت أحلى من مارك لاينز ستيب باك صعبة كثير كانت من الحداد بس بتضلها مع ليدرز واسيست من بيكوك توصل عند كريستوف اللي بخلص 14 لكريستوف كمان 178 فرق 22 شوفوا كيف البيكوك بعده عم بدافع كيف كلهم بعدهم عم يدافعوا فريق الليدرز كانوا عم يلعبوا جيم فاينل من البطوله كانوا جيم مصيري يوسف كمان الاسيست حلو كثير حلو كثير هالباك دور حلو كثير عم نقول قلنا بما انه ما عندهم سنتر بما انه دانيال بغداديان ما عم يلعب في كثير مس ماتشز بيقدروا يلعبوا تحت السله قد ما بدهم مرتاحين فريق الليدرز على فريق الهومنتمن لكن باسكت ان وفري ثرو لللاينز الغنطوس بيرتاح 27 نقطة 4 ريباوند 3 اسيست جيم كبير للغنطوس اليوم اند 1 اللاينز 35 نقطة أكثر جيم حاطط فيه لاينز 37 السنة بعد فيه أقل من أربع دقايق حاطط 35 لاينز كريستوف يلعب لبرا ستانلي بيكوك بيلعب لكريستوف شوفوا المس ماتشز هلا فات دانييل تفرق الخبرية تفرق الخبرية دانيال ما بحط الباسكت تو عند لاينز لاينز جامبول طابع مع الهومنتمن كاتي كريدي بعيدة جوا جوا الكريدي 19 للكريدي لاينز كاتي فاول كاتي فري ثروز لا لاينز
كان كاتي فري ثروز. اول فري ثرو ان ثاني فري ثرو كمان ان كاتب الكاتي 38 نقطة 38 نقطة لمارك لايونز أكثر جيم بحط فيه السنة مارك لايونز هو اليوم مش بس هو كريدي كمان محمد كريدي أكثر جيم بحط فيه السنة اليوم 19 نقطة طابة كريدي كليتي قصيرة لا برا لكن بيصير بالمركز الرابع هلا مارك لايونز ب 38 نقطة هو وكوالز ستانلي ما بيحط أكثر لعيب حاطط بجيم واحد 41 نقطة أكثر لعيب حاطط فاول أكثر لعيب حاطط بجيم واحد بالبطولة السنة هو كالدويل كمان لاعب الهومنتمن 41 نقطة سكوت لاعب الهومنتمن حاطط 39 عم نحكي بجيم واحد شباز محمد لعب بيروت 39 نقطة مايكل كوالز لعب الرياضي او لاعب الهومنتمن يلي عم شوت هلا فري ثروز 38 نقطة كل واحد منهم مارك لاينز خلينا نشوف اذا مارك لاينز في يوصل لل 41 بعد في دقيقتين و 23 ثانية بحط الفري ثرو تسعة وثمانين مية واثنين فاول على لاينز أربعين نقطة لللاينز أربعين نقطة لللاينز شاد صعب كتير يا شاد تاني ميلة كريدي كريدي لا ما بتوصل بقول له ماي فوت لاينز كان لازم يفوت على الباسكت فاول مية واثنين تسعة وثمانين أربعين نقطة لللاينز ثلاثة ريباونز ثلاثة أسيست برجع بذكركم إنه كالدويل أكثر لعيب حاطط بجيم واحد كمان لعب الهومنتمن 41 نقطة وراه سكوت لعب الهومنتمن 39 هلا الثاني صار لاينز 40 نقطة اثنين فري ثروز سلمته للبيكوك اثنين فري ثروز لا بيكوك اول فري ثرو ان ثاني فري ثرو كمان ان مية وخمسة تسعة وثمانين فرق 16 كريدي كليتي بغداد يا ريباوند عالي هاند اوف وكليتي صعب كتير كتير صعب كانت هاي الكبطات من مارك لاينز
بيكوك لستانلي. كريستوف اكيد عم ياخذوا وقتهم شوي اكثر من دقيقه. فاول اثنين فري ثروز لستانلي. أول فري ثرو برا. تاني فري ثرو إن. ستانلي اليوم 32 باسكت إن لسيروج. سبع نقط لسيروج. أقل من دقيقة بيخلص الجيم. فاول اثنين فري ثروز. أول فري ثرو لشاد إن. تاني فري ثرو كمان إن. 8 نقط 8 ريباوندز 8 أسيست. سيروج فاول. اثنين فري ثروز لسيروج. اول فري ثرو ان. تاني فري ثرو كمان ان. 9 نقط لسيروج. نمر مية وسبعة 93. كريستوف بعده عم يلعبوا ما في فير بلاي لبيكوك. بيكوك تحت الباسكت بحط 109 93. سيروج بعده عم يلعب بفوت بياخذ الفاول. اثنين فري ثروز لسيروج. ست ثواني ليخلص الجيم 109 93. لكن الليدرز كمان بنقول مبروك لليدرز اول سنه ببطوله لبنان، والليدرز بيعمل ثالث بالجروب. الجروب يلي فيها دينامو ورياضي بيعمل ثالث بالجروب. فينا نقول انجاز لفريق الليدرز، انجاز لفريق الليدرز باول سنه له ببطوله لبنان. سيروج اول فري ثرو ان. تاني فري ثرو كمان ان لسيروج. لكن مبروك للليدرز، مبروك. وفينا نقول كمان بعد موسم كان كثير صعب، مبروك للهومنتمن قدروا يخلصوا من يهربوا من الدرجه الثانيه، يعملوا اذا فينا نقول انجاز كثير كبير مع كوتش مروان خليل، مع جي مانوكيان، مع الاداره ككل والاجانب اكيد، والشغل كثير منيح اللي عملوه الهومنتمن
باخر بارت من بطوله لبنان 2022-2023. نحن ما رح نعمل مقابلات لانه بدنا ننتقل اليوم، رح ننقلكم جيم تاني الساعه 9. في جيم تاني رح يكون بغزير، الحكمه عم يستقبل الماريس. جيم تاني اليوم من بطوله لبنان، كمان جروب ستيجز فاينل 8 من بطوله لبنان 2022-2023. مبروك كوتش. خلينا نحكي مع الكوتش على السريع، يلا ناخده على السريع. كنا بدنا نختم لانه عندنا جيم تاني بغزير اليوم، بس ناخذ منك كلمه سريعه. كوتش، خلصوا البطوله مبدئيا، مركز ثالث، مركز ثالث، امنتوا المركز خلص. شو هيدا بالنسبه لكم اول سنه بالبطوله، اول سنه ببطوله لبنان، شو برايك بهالانجاز وقديش كيف قدرت تحمس لعيبتك يعني يجوا يلعبوا الجيم اليوم بفول انرجي؟ ليك ما هي هيدي تشالنج تبعنا وخاصه فريقنا. نحن اول سنه بالاولى مثل ما قلت، الفريق عمل يعني التارجت، ما فيك تعمل اكثر من خامس بالريجولر سيزون بالامكانيات يلي عندنا، الحمد لله قدرنا نعملها، وهلا عم نرجع نلعب على الخامس سادس وخلصنا ثالث بالجروب ستيج. الشباب بيعطيهم العافيه، يعني هن لهم دور بتحميس حالهم وانا لي دور كمان، يعني قد ما حمسهم لحالي هن لو منهم هالقد حابين يلعبوا ويربحوا ما كانوا عم بيقاتلوا لهلا، خاصه نحن كثير قليل يعني عم نلعب سبع لعيبه على القد، يعني حتى بالتمرين عم نكون سبعه، يعني بين التمرين والجيمز برافو عليهم، كل كريدت للشباب ضل عندهم هالانرجي واليوم لعبوا فيري جود جيم. يعطيك العافيه، ثانك يو لك، ومبروك. هلا بدنا نفكر بالسنه الجاي ولا بكير؟ يلا بدنا نرتاح لنا شي جمعه نريح راسنا وبنرجع بنشوف. يعطيك العافيه كوتش، يلا ومبروك على هالموسم الحلو الك وللليدرز. مشاهدينا الساعه 9 بنلاقيكم بجيم ثاني من ستيب تشيبس بطولة لبنان 2022-2023، اكيد على الاس بي اي، على منصتنا على الفيسبوك واليوتيوب. الساعة 9 الحكمة عم يستقبل الماريست بغزير. 9 باي.